قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ويقول الله تعالى في كتابه العزيز أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. حياكم الله اخواني واخواتي في هذه الليله المباركه، ونحن نعيش في اخر ليله جمعه من شهر شعبان المكرم، ونحن على ابواب شهر رمضان المعظم. هذا الشهر الكريم العظيم الذي كما ورد في خطبة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في استقباله أنكم دعيتم فيه لتكونوا في ضيافة الله وجعلتم محل كرامته. حقيقة لحظات عظيمة، لحظات روحية وإيمانية كبيرة نعيشها في هذه اللحظات من هذا الشهر الكريم، استقبال الشهر العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا جميعا شهر رمضان، وأن يجعله شهر أمن وإيمان على جميع المؤمنين وعلى جميع المسلمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لصيامه وقيامه وتلاوة آياته ومعرفة أحكامه في لياليه وأيامه. شهر رمضان المكرم، إذا أردنا أن نعرف فضيلة هذا الشهر والكرامة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده في هذا الشهر، فعلينا أن نقرأ تلك الخطبة المباركة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ونتدبر فيها كثيرا. خطبة عظيمة تبين عظمة هذا الشهر وما أعد الله سبحانه وتعالى لعباده فيه. وساعات هذا الشهر، ليالي هذا الشهر، أيام هذا الشهر كما يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: أيامه أفضل الأيام، لياليه أفضل الليالي، ساعاته أفضل الساعات. أفضل الأوقات، سيد الشهور، هو شهر الله العظيم، شهر رمضان، بحيث أنه كل لحظة من لحظاته هي مليئة بالبركة. كل حركة من حركات الإنسان تعتبر عبادة، إلى درجة ما يقول النبي صلى الله عليه وآله: أنفاسكم فيه تسبيح. النفس الذي يتنفسه الإنسان بحالة طبيعية في هذا الشهر يعتبر عبادة، يحسب تسبيح ويكتب له أجر على هذا العمل. عملكم فيه مقبول. اليوم جاءني سؤال: هل يعني في قول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أعمالكم فيه مقبولة وعملكم فيه مقبول، هل يعني أن العمل مهما كانت هيئة هذا العمل على علاته ونقائصه هو مقبول عند الله سبحانه وتعالى، أم يبقى محكوم بقاعدة إنما يتقبل الله من المتقين؟ وكان الجواب أنه بناء على خصوصية هذا الوقت وهذا الشهر وظاهر كلام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ظاهر الكلام أنه نعم، الأعمال في هذا الشهر مقبولة على علاتها وعلى نقائصها ما لم تخرج عن التوجه لله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، إلا أن يقصد الإنسان بالعمل غير وجه الله. أما أن يكون يقصد به وجه الله ويكون مشوب ببعض القضايا، فيه نقص، فيه تقصير، كذا، رسول الله يقول: أعمالكم فيه مقبول، أعمالكم فيه مقبول. من صلى فيه فريضة كان كمن صلى 70 فريضة في غيره من الشهور. من قرأ فيه آية من كتاب الله كان كمن ختم القرآن في غيره من الشهور. يعني شيء، عادة احنا من باب يعني تقريب المعنى نقول في
هناك مواسم تجارية تقوم بها شركات والمحلات الكبرى تخفض الأسعار إلى النصف، أحياناً اشتري سلعة وخذ أخرى مجاناً. أما أن تكون تصلي فريضة تأخذ أجر 70 فريضة، لا يوجد في العالم كله، ما موجود هكذا تخفيض وأوفرات، يعني أوفر يعطيك صلي فريضة لك 70 أجر من صلى 70 فريضة في غيره من الشهور. من قرأ فيه آية من كتاب الله كان كمن ختم القرآن في غيره من الشهور. فإذا كان القرآن 6600 آية وختم الإنسان القرآن مرة واحدة كأنه ختم القرآن 6600 مرة بهذا الشهر، فله ذلك الأجر من عند الله سبحانه وتعالى، ولا ينقص من كرم الله ولا ينقص من خزائن الله شيء. فأي عظمة أعدها الله سبحانه وتعالى، أي كرامة أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده في هذا الشهر. ولذلك حقيقة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعلا، ألا وإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. الشقي كل شقي الذي يضيع هذه العطاءات وهذه الكرامات وهذه الفرص ويحرم من الغفران. كل هذه التسهيلات، كل هذه المرغبات، وللأسف قد ينشغل الإنسان ويصرف تلك اللحظات وتلك الساعات بغير طاعة الله سبحانه وتعالى. الشياطين فيه مغلولة، ولكن شياطين الإنس قبل شياطين الجن قد أعدوا لكم. الله أخذ على نفسه أن يغل الشياطين، يكبل الشياطين بهذا الشهر، إلا أن تفتحوها، إلا أن يتوجه الإنسان هو بنفسه ويفتح قيد تلك الشياطين فيطلقها مرة أخرى. ونحن نعلم ماذا يفعل الشياطين الإنس خصوصا في الإعلام والقنوات التلفزيونية. صلى على محمد وآل محمد. صلى على محمد وآل محمد. شياطين الإنس، القنوات الفضائية، هذا الإعلام للأسف في كل عام يرصد الملايين ويعد العدة ليحضر للناس أنواع البرامج والمسلسلات والأفلام وكل ما يمكن أن يصرف الإنسان عن التوجه إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الشريف. ولذلك هو تحدي كبير، حقيقة تحدي كبير أمام الإنسان المؤمن أن يسيطر على هذه الحالة ويتوجه ويستغل هذه اللحظات بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ويغتنم هذه الفرصة العظيمة التي لا يمكن أن تتكرر. الإمام الصادق عليه السلام في حديث يقول: من لم يغفر له في رمضان لم يغفر له إلى قابل. يعني هالسنة راحت، إذا ما حصل هذه الفرصة للمغفرة راحت. ثم يستثني الإمام يقول: إلا أن يشهد عرفة. وإحنا نشوف عرفة هاي السنوات الأخيرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن عباده المؤمنين. يعني لا نعلم إذا وفق أو لم وفق، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا. على كل حال، لهذا الشهر العظيم حديث إن شاء الله لعله نعود إليه. ولكن أيضا في هذه الأيام تمر علينا ذكرى رحيل إمام الأمة الإمام الخميني قدس الله نفسه روح الله المسوي الخميني. هذا الإنسان حقيقة الذي يعتبر من أعظم رجالات العصر، القرون المتأخرة ما جاء بشخصية كشخصية الإمام خصوصا بالنسبة للإسلام. الآن قد تكون هناك ثورات وقيادات وزعامات في العالم، كل شعب عنده قياداته وعنده زعاماته، أما في أمة الإسلام فحقيقة ما قدمه الإمام الراحل للإسلام للمسلمين لم يقدمه أحد من الزعماء والقادة لعله طوال القرون المتأخرة. ولهذا لم يبتعد الشهيد الصدر قدس الله نفسه كثيرا عندما قال بأن الإمام حقق حلم الأنبياء بأن أقام دولة العدل.
ونحن لا ندعي. قد يأتي بعض الناس يستشكلون يقولون تدعون أن الدولة الإسلامية هي دولة العدل المطلق. لا، لا أحد يدعي، حتى الإمام رحمة الله عليه أنا قرأت كلمة يقول أن الجمهورية الإسلامية هي مقدمة لدولة العدل، مقدمة دولة العدل دولة الإمام صاحب الأمر صلوات الله عليه وسلم، ولكن هذه مقدمة. لكن أن تقوم جمهورية ودولة تقوم على أساس القرآن وأساس السنة المطهرة وأساس تحكيم الشرع، شرع الله سبحانه وتعالى، هذا حلم للأنبياء. ولذلك أنا استعرضت بعض الكلمات لعظماء تحدثوا عن الإمام الخميني، قادة زعماء من العالم، منهم الزعيم زعيم جنوب أفريقيا نيلسون مانديلا، يقول كان الإمام الخميني رضوان الله عليه ابن الإسلام المعروف، ابن الإسلام المعروف، لقد كان له نصيب كبير في إرشاد الأجيال المسلمة الحالية والقادمة إلى الطريق الصحيح. وهذا زعيم يعرف قيمة الزعامة ويعرف قيمة القيادة والعطاء. ويقول بابا الفاتيكان السابق بابا جون بول الثاني، لعله زار وفد من الجمهورية أو من إيران فخاطبهم، قال إنني أدعو دائما لكم ولقائلكم، فمن الواجب التحدث حول ما فعله الإمام الخميني في بلاده وفي جزء واسع من العالم، يجب أن التحدث حوله باحترام كبير وفكر عميق. وهذا رجل قائد عالمي، بابا الفاتيكان الذي يعتبر الزعيم الأول الديني. ويقول الأب كابوتشي ممثل المسيحيين الفلسطينيين في إيطاليا، وهذا كان له علاقة خاصة بالثورة الإسلامية والإمام الخميني رحمة الله عليه، يقول كان الإمام أبا لمستضعفي العالم، كان أب لكل مستضعفي العالم، إنه زعيم روحي وقائد سياسي وديني عظيم، لقد كان انتصار إيران على القوى العظمى في العالم نتيجة للإيمان القوي للشعب بالله وقيادة الإمام الخميني قدس الله نفسه. ويقول أحد الزعماء في الاتحاد السوفيتي فاليري مارشينكو، وكان عضو لجنة السلام في الاتحاد السوفيتي السابق، يقول أنا مسيحي من الأرثوذكس، لقد قام الإمام الخميني بعمل عظيم في لفت أنظار وانتباه الاتحاد السوفيتي نحو الدين، هذا الشيوعية الملحدة عندما قاربت على الفناء والسقوط. يقول عمل الإمام الخميني في لفت أنظارهم إلى الدين هو عمل عظيم، والتحق بالرفيق الأعلى وقد كان قد أدى واجبه تجاه جميع المؤمنين، ويقصد بجميع المؤمنين بالأديان مو فقط المؤمنين بالإسلام، أدى واجبا عظيما تجاه كل الأديان. ولهذا ارتأينا في هذه الليلة حقيقة، والحمد لله أسعدنا الحظ بحضور أستاذنا سماحة آية الله الشيخ الأراكي، وهو خير من يتحدث عن الإمام الراحل قدس الله نفسه، عاش الثورة وعاش أحداثها ومجرياتها وتداعياتها، وعاش الانتصار، انتصار تلك الثورة المباركة. طلبنا من سماحة الشيخ أن يحدثنا في هذه الليلة حول الأخلاق في ثورة الإمام وفي نهج الإمام الراحل والمبادئ، وكان حقيقة من أهم المميزات التي امتازت بها ثورة الإمام الراحل قدس الله نفسه هو الأخلاقية والمبدئية التي حافظ عليها الإمام الراحل قدس الله نفسه في كل الظروف، لم يتخلى عن المبادئ ولم يتخلى عن الأخلاق، كما يحدث في كثير من الثورات يحدث هناك انتهاكات، ولكن مبدئية وأخلاقية الثورة كانت من الأمور الواضحة. أدعو أستاذي سماحة الله الشيخ الأراكي للمنصة لقاء الحديث، ونستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من يتق الله يجعل له فرقانا. بمناسبة ذكرى رحيل الإمام الخميني قدس الله تعالى نفسه، لا بأس بأن نراجع شخصيته وفكره وأسلوبه في التعامل مع الأحداث السياسية. أنا أرى أن أهم نقطة في شخصية الإمام التي كانت السبب الأكبر فيما حققه الإمام الخميني من نجاح في مسيرته السياسية ومسيرته الفكرية والتربوية، وأن هذا الرجل بنى نفسه بناء يطابق الإسلام وتعاليمه منذ البداية، منذ سنه المبكر رضوان الله تعالى عليه، كان ملتزما بكل تعاليم الإسلام وآدابه. وصار في حياته وفق التعاليم الإسلامية منذ البداية. حينما نقول تعاليم إسلامية لا نقصد بها الواجبات والمحرمات فحسب، وإن كانت هي الأساس، بل وحتى الآداب الشرعية من المستحبات والمكروهات، العمل بالمستحبات والنوافل واجتناب ما يستكره. كلنا يعني من عاش في النجف الأشرف يتذكر أن الإمام كان مقيد بأن يسير على يمين الطريق في ذهابه وإيابه، يعني كان التقيد بالآداب الشرعية بهذه الدرجة أنه حتى في سيره في الشارع كان ملتزما بالمبادئ الشرعية، وهكذا كانت شخصيته منذ البداية. وهذا تراكم واضح لكل من تعاش النجف وعاش سيرة الإمام رضوان الله تعالى عليه، و التزاماته الخاصة بكل ما ورد من الشرع المبين، وخاصة التعاليم والآداب الأخلاقية. حكى لي الشيخ القدوسي قدس الله نفسه، قال: طلبنا من الإمام الخميني أن نطبع له رسالة عنه، واستجزناه أن نطبع هذه الرسالة من الخمس من سهم الإمام. يقول: فلم يجد لنا ذلك أبدا، وقال: هذا كتاب كسائر الكتب. من يريد، من يعمل بفتاوايا أنا ويرى من واجبه من تكليفه الشرعي أن يعمل بهذه الفتاوى، فليشتري الكتاب من السوق، وليتصدى هؤلاء الذين ينشرون الكتب ويتصدون لطباعة الكتب. هذا أيضا كتاب كالكتب الأخرى، يستطيع أن يطبعه ثم يحصل على ربح أيضا في طباعته، يبيعه بالسعر المتعارف. ولم يخضع الإمام لهذا المقترح أبدا ورفضه رفضا باتا. لذلك يقول: اضطررنا أن نتكلم مع بعض الناشرين، هم الذين نشروا الرسالة العملية، نشروها و ب
بكلفتهم وبعضها بالسوء كما تراه المكتوب الاخر. انا في ذكري انه حينما كنا في النجف الاشرف كانت مدرسة العلوم الإسلامية للإمام الحكيم قدس الله روحه هي المركز الأساس للطلبة العراقيين، وكان معروفا آنذاك أن هذه المدرسة هي التي تتكفل نشر مرجعية المرجع الديني في النجف الأشرف العراقي، لأن طلبة هذه المدرسة هم كانوا من أنشط الطلبة العراقيين في النجف الأشرف. كان فيهم مثلا من ضمن تلاميذ هذه المدرسة شيخ حسين معن، أنا كنت أيضا من نفس المدرسة سيد عبد الرحيم ياسري، سيد عبد العزيز الحكيم، ويعني تقريبا كل نشطاء الحوزة كانوا هم من المتخرجين من هذه المدرسة. هذه المدرسة كان يشرف عليها السيد محمد باقر الحكيم قدس الله، وباعتبار انتمائه الى مدرسه السيد الصادق رضوان الله تعالى عليه، فالمدرسه كانت تحت اختيار تلامذه الشيخ السيد الشهيد الصادق. في الواقع هي كانت المدرسه او المركز الذي تبنى نشر افكار السيد الشهيد ونشر الوعي الديني في الحوزه العلميه وفي العراق كله في وقته، يعني في السبعينيات او اواخر الستينيات. بعد وفاة السيد الحكيم قدس الله روحه، جهاز السيد الحكيم، الجهاز المتبقي، جهاز السيد الحكيم كان على قسمين. جهاز السيد الحكيم قسم يشرف عليه السيد مهدي الحكيم والسيد باقر الحكيم، دول كانوا صدريين يعني في هذه المدرسة. القسم الآخر لا، كان على منوال آخر، كان على منطقة، فهو ذلك القسم الآخر هو الذي استلم المدرسة فأغلقوها، عطلوها، أغلقت المدرسة، وبقي طلبة المدرسة بعد السيد الحكيم معطلين مبهين. فتكلم معي السيد باقر رضوان الله تعالى، قال تكلم مع السيد الإمام، السيد الإمام عسى أن يتبنى السيد الإمام الخميني هذه المدرسة ونكون بذلك قد وفقنا لنشر مرجعية الإمام أيضا في العراق، لأن هذه المدرسة لو كان يتبناها السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه، لو كان يتبناها لكانت تكفل نشر مرجعية السيد الإمام في العراق كله. فذهبت انا الى الامام الخميني قدس الله روحه واقترحت عليه هذا المنهج، ولمس ان هنالك شيئا من الخلاف في جهاد السيد الحكيم على اداره هذه المنطقه، فرفض الموضوع رفضا تاما، مع العلم انه كان يعلم ان تبنيه لهذه المدرسه تنفعه كثيرا في ترسيخ مرجعيته في العراق كله، ان لم نقل في خارج العراق، نعم حتى في الخليج يعني طلبة هذه المدرسة كانت تشمل ايضا الخليجيين، كثير من طلبة الخليجيين الممثلين ايضا كانوا في هذه المدرسة، فرفض هذا الموضوع رفضا. يعني كان مبدأه هو الالتزام الصرف ب ما يراه مطابقا لموازين الشرع، حتى الموازين الأخلاقية النافذية، يعني ليست الموازين الشرعية الإلزامية بحسب. وهكذا كانت سيرته. هذه التقوى، التقوى الصارمة والالتزام التام بموازين الشرع المبين خلق من شخصية الإمام الخميني شخصية لها فرقان. فرقان حينما نقول يعني كان
الإمام الخميني على درجة من الحراسة والفهم الدقيق ليس لمبادئ الدين فحسب، بل حتى في الأحداث السياسية والأحداث الاجتماعية. يعني حسب تعبيرنا إحنا، منحته هذه التقوى فهما عميقا دقيقا للأحكام الشرعية من جهة، وللموضوعات من جهة أخرى، الموضوعات التي يريد أن يبت فيها. أنا أضرب بعض المثل لفهمه الخاص لكلا هذين المجالين، يعني فهمه في مجال الحكم الشرعي، فهمه للدين. هنالك نقطة أساسية في فهمه للدين. ما هو الدين؟ قلنا نفهم أن الدين، يعني بعدما تطورت أفكارنا ونضجت أفكارنا هكذا، كنا نفهم أن الدين نظام حياة، وحتى الاتجاهات الواعية حينما كانت تتصدى لتفسير الدين كانت تفسر الدين أنه الدين عبارة عن نظام الحياة، وأن هذا التلقي هو التلقي المقابل للتلقي المسيحي أو التلقي الغربي لمفهوم الدين، وأن الدين عبارة عن صلة الفرد بربه. هذا التلقي هو التلقي المسيحي أو التلقي الغربي. فكنا نرفض هذا التلقي، وكنا نقول أن الدين هو عبارة عن نظام الحياة. جاء الإمام الخميني قدس الله روحه وقدم تفسيرا لا يخالف هذا التفسير، لكن أعمق من هذا التفسير، وقال إن التفسير، أن التفسير الصحيح إن الدين عبارة عن النظام السياسي، وصرح بهذا المعنى، صرح في كتابه البيع في بحث الولاية ولاية الفقيه من كتاب البيع، هذا نص عبارته، أن الإسلام هي الحكومة بعينها وأحكامه قوانين. فهم جديد، يعني هذا الفهم كان جديدا علينا نحن الذين تربينا على يد الأساتذة الواعين، وعشنا المدرسة الحركية الواعية في العراق في إيران. هذا النوع من الفهم، وإن كان ينسجم مع ذلك الفهم، يعني لم يكن مناسبا له، لكن كان أحمق به أساسا. ليس الإسلام إلا النظام السياسي، والأحكام الإسلامية كلها هي أحكام هذا النظام السياسي. الإسلام هو الحكومة بعينها وأحكامه قوانين، يعني حتى الصلاة، حتى الزكاة، حتى الحج وغير ذلك من الأحكام الإسلامية، كلها هي قوانين هذه الحكومة. هنالك حكومة، والإسلام عبارة عن هذا النظام الحكومي أو هذا النظام السياسي، ليس أكثر ولا أقل. إذن فالأنبياء سلام الله تعالى عليهم هم القادة السياسيون الذين جاءوا لإقرار حكم على وجه الأرض قائم على أساس من العدل الإلهي، من العدل الذي شرعه الله. حينما تلقينا هذا المفهوم من الإمام، راجعنا المصادر الإسلامية، رأينا أن هذا هو المفهوم الذي تبنيه علينا المصادر الإسلامية. يعني حينما راجعنا القرآن الكريم، رأينا أن القرآن يقول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله،
حكومة ماذا تعني؟ حكومة تعني نظام الطاعة. راجعنا القرآن الكريم وجدنا سورة الشعراء مثلا تقول عن الأنبياء على مدى التأريخ أنهم ماذا قالوا لشعوبهم؟ ما هي رسالتهم إلى الشعوب إلى الأمم؟ قالوا إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني أطيعوني ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. يعني أنا جئت كبديل لمن؟ للطواغيت الذين يحكمون الناس على أساس من الظلم وعلى أساس من الاجتهاد ومن الهوى. راجعنا القرآن الكريم وجدنا أن القرآن الكريم يقول أن الحياة الإنسانية يحكمها تياران، تيار الحق وتيار الباطل، تيار الباطل قائم على أساس حكم الهوى، وتيار الحق قائم على أساس حكم ما أنزل الله تعالى من العدل، ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. هذه الثنائية، يعني إما أن يكون الحاكم هو الهوى أو يكون الحاكم هو الله سبحانه وتعالى وحكم الله سبحانه وتعالى يبتدئه ويبينه الأنبياء والرسل أولا ثم أوصياؤهم ثم الفقهاء. راجعنا القرآن الكريم أيضا وجدنا أنه يؤكد على هذا المفهوم، أننا أنزلنا التوراة فيه هدى ونور، فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. واضح؟ من التوراة، يعني منذ العهد القديم، منذ العهود السابقة، هذه الطبقات الثلاث كانوا هم الذين ينبغي أن يحكموا الناس ويحكموه وفق ما أنزل الله. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، هذا أولا، والربانيون وهم أوصياء هؤلاء النبيين، والأحبار هم العلماء بالدين، استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وهكذا وجدنا أن القرآن الكريم يطابق، يعني آيات القرآن هي التي تؤيد وتدعم ما ذكره السيد الإمام في تفسيره للدين أساسا وللإسلام أساسا. والنظرية الفلاسفية الفقيه قائم على أساس هذا اللون من النظرة إلى الدين. ما هو الدين؟ إذا فهمنا الدين أنه أساسا الدين عبارة عن نظام الحكم، وأن كل أحكام هذا النظام، نظام الحكم الإسلامي، هي هذه الأحكام التي بينها الشرع، بينتها مصادر الإسلام وفسرها لنا القرآن. يحكي الله سبحانه وتعالى عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل على محمد، بل ويأمره الله أنه هكذا عرف هويتك للناس، وأنه أنا من؟ قل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينه. هي هذه رسالتي وهذه مهمتي، أنا مهمتي بين الناس أن أحكم بينهم بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. هذه هي حقيقة الدين. فإذا تلك التقوى التي كان يتمتع بها الإمام في شخصيته جعلت له بصيرة نافذة يفهم بها الدين فهما مطابقا للمصادر، من دون أن تؤثر في هذا الفهم الظروف التي مرت على العالم الإسلامي منذ الزمن الأول، يعني منذ أن استولى الأمويون على الحكم،
حاولوا أن يفرقوا بين الجانب الدنيوي للدين عن الجانب الديني. وهذه الرواية التي رواها البخاري وغيره من الروايات التي اخترعها الأمويون لغايتين: الغاية الأولى الإساءة إلى شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنك لو تراجع مصادر إخواننا أهل السنة حتى الصحاح، ولو أردت أن تلتقط من هذه الصحاح ومن هذه الكتب النصوص التي تصور لك شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لخرجت هذه الشخصية شخصية مشوهة. ولا أريد أن أدخل في تفاصيل هذه الصورة السيئة التي تعكسها هذه النصوص عن شخصية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكل هذه النصوص هي نصوص أموية. الهدف الأول الذي أراده الأمويون أن يشوهوا شخصية النبي محمد صلى الله عليه وآله، وإلا شنو معنى هذا الكلام الذي هذه الروايات التي يحكيها البخاري وغيره، أنه من سببته أو لعنته جعله الله كفارة وغفره الله، غفر له الله بهذه اللعنة. الإنسان العالي يفكر في هذا النص. الرسول الذي لا ينطق عن الهوى، لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي وصفه القرآن الكريم بأنه على خلق عظيم. الرسول الذي أمر الله سبحانه وتعالى، أمرنا وأمر المؤمنين جميعا: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وإلى غير ذلك. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا، وأمثال هذه النصوص. هذا النبي الذي لا يحكي عن الهوى، الذي لا ينطق عن الهوى، والذي هو على خلق عظيم، إذا لعن إنسانا جعل الله هذه اللعنة كفارة لذلك الإنسان وأدخله بهذه اللعنة الجنة. يعني هذا واضح أن هناك تدخل أموي في خلق هذه النصوص. ولذلك من أهم الواجبات أن يراجع الإخوة السنة نصوصهم وكتبهم هذه وينقدوا. يعني هم بقى لا أسلوا النقد، ما أسلوا النقد. ولماذا؟ يعني ليس لم يكن البخاري معصوما. أنتم حينما تقول كل ما في البخاري صحيح يجب معصوم، لا يخطئ أيضا. افترض أن البخاري كان على درجة من التقوى لا يكذب، ولكن لا يخطئ. البخاري لم يخطئ، لكن الذي روى عنه البخاري كيف؟ يعني ليست القضية تعني عصمة البخاري فحسب، عصمة البخاري وعصمة كل الرواة الذين روى عنهم البخاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم يستكثرون علينا أن نقول بعصمة الأئمة الاثني عشر الذين ورد في حقهم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعتمتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا وإنهما لن يفترقا حتى يرد عليك. على أية حال، هكذا أسيء إلى شخصية النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. ولذلك فاقتنعت هذه الرواية، الرواية التي عرفت برواية تأبير النخل. شنو رواية تأبير النخل؟ أي رواية فيها صوات أهل السنة وحديثهم البخاري وغيره، أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رأى أن الفلاحين يؤبرون النخل، رأى أن بعض أهل المدينة يؤبرون النخل، يعني شنو يؤبرون؟ يلقحون النخيل، يلقحونها. لا بد من تلقيح النخيل حتى تنتج. رآهم يلقحون النخيل ويؤبرون النخيل فنهاهم عن ذلك،
فاتركوا لا تؤذوا اتركوا. فتركوا تأجير النخل فلم تنتج نخيله. جاءوا الى الرسول في مثلا الموسم الثالث قالوا يا رسول الله نهيتنا عن التأبير ولم نؤبر طلبنا التأبير فلم تنتج نخيلنا. فقال هكذا مضمون الدعوة اذا امرتكم بشيء من امور الدنيا فشأنكم لا تطيعوني في امور الدنيا وانما اطيعوني في امور الله في امور يعني البيع والشراء والنكاح والطلاق والشركة والمضارة هذه أحكام المعاملات ليست من أمور الدنيا. لا تطيعوني في أمور الدنيا شو يبقى من الشريعة يعني لا يبقى من الشريعة إلا الصلاة وصلاة فتراء أيضا لأن الذي يصلي ولا يلتزم بأحكام الإسلام في غير الصلاة صلاته أيضا لا تكون تلك الصلاة التي يريد الله سبحانه وتعالى. هكذا فصل الدين عن الدنيا في المفهوم الأموي الذي أرادوا ترسيخه في المجتمع الإسلامي. وإلا احنا ما نعني الدين دنيا دين الدنيا دين والدنيا الدنيا هي الدين. الدين عبارة عن أن نعيش في الدنيا كما أمر الله سبحانه وتعالى. فبين الدين والدنيا وحدة. إذا كانت الدنيا دنيا إلهية إذا كانت الدنيا دنيا يطاع فيها الله فهي دين. جاء ذلك الرجل إلى الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه قال والله إنا لنحب الدنيا أو إن عفوا إنا لنطلب الدنيا ونحب أن نؤتاها. هذا نص السؤال عن الإمام الصادق سلام الله. فقال له الإمام الصادق وماذا تصنع بها؟ شو اسمها الدنيا اللي تطلبها؟ قال أريد أن أحج بها وأعتمر وأتصدق وأصل بها رحمي. وقال ليست هذه الدنيا انما هي هذه الاخره تطلب الاخره يعني ما عندنا الدنيا التي تكون لله سبحانه هي متحده مع الاخره. الدنيا التي تكون لله سبحانه يعني يعمل في هذه الدنيا بما امر الله به وما نهى. هذه الدنيا تكون عين الدين متحده مع الدين. الدنيا إنما تكون منفصلة عن الدين حينما يحكمها الشيطان والهوى على أي حال. هذا هو المفهوم الأساسي الذي أكد عليه السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه وعلى أساسه بنى نظرية ولاية الفقيه. طبعا نظرية ولاية الفقيه نحن مؤكدين أنه ليست نظرية جديدة جاء بها الإمام واخترعها مثلا أو ابتدعها لا هي نظرية قديمة. احنا في كتاب مثل نظرية الحكم في الإسلام بينا أنه منذ عهد الكليني وقبله وبعده كانت نظرية الفقيه هي النظرية السائدة بين الفقهاء. ولم يشكك في نظرية الفقيه فقيه في أصل النظرية. لو كان هنالك نقاش فإنما هو في نوع الدليل الذي يستند إليه لإثبات ولاية وليس هناك نقاش بأصل ولاية. ثم الخلاف أيضا لو وجد خلاف الخلاف بين المفكرين جميعا حتى غير الإسلاميين مع الإسلاميين ليس في ولاية الفقيه وإنما هو في ولاية غيره. يعني لا نقاش في أن أصلح الناس الذين يتصدون للحكم هم أولئك العارفون بالعدل والعاملون به. العارف بالعدل والعامل به هو اصلح من يتصدى للحكم. هذا يقول به كل انسان عاقل سواء كان مسلما او غير مسلم. الخلاف انه من الذي يستطيع ان يقوم بهذه المهمه؟
يقول هذه مهمة الفقيه العالم، لأن الفقيه هو الذي يعني يعرف العالم، والعالم يعني يعمل بهذا. هنالك من يقول أن غير الفقيه العالم أيضا يستحق أن يكون حاكما. الخلاف ليس في صحة حكومة الولي الفقيه، يعني الفقيه العادل، وإنما الخلاف في صحة حكومة غير الفقيه. لو وجد خلاف حتى بين غير المسلمين، حتى بين غير الشيعة من أتباع المذاهب الأخرى، لو وجد خلاف فإنما هو خلاف في استحقاق غير الفقيه أو غير العادل لكي يكون حاكما. أما أن الفقيه العادل هو مستحق للحكم فهو شيء بديهي، يعني يحكم بالعدل ويحكم بكل عاقل على أي حال. هذه هي النقطة الأولى. هذا فيما يخص الجانب النظري في شخصية الإمام، يعني كيف فهم الإسلام وكيف أقام على أساس هذا الفهم فهمه للشريعة واستنباطه للأحكام الشرعية، كان مؤطرا بهذا الفهم العام عن الدين وهذا الفهم العام عن الإسلام. نأتي إلى سيرته العملية، يعني كيف تعامل مع الأحداث وفهمه للموضوعات وموقفه وموقفه تجاه الأحداث. الذي حكم، يعني الذي يفسر لنا سيرة الإمام السياسية وسلوكه السياسي أنه قام على بعض، أولاً الأساس الأول إيمانه بوعد الله سبحانه وبحقانية الوعود الإلهي، هذا شيء مهم. طبعاً هذا يتوقف على الفهم أيضاً، فهم الوعود الإلهية، وأن يكون متفقهاً أو فقيهاً في معرفته بهذه الوعود. هنالك وعود إلهية في القرآن الكريم، وعد، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، حقا الوعد إلهي. ووعود إلهية كثيرة في القرآن الكريم، وإن تصبروا وتتقوا يأتيكم من فوركم هذا آلاف من الملائكة كما جاء النص القرآن، يعني الصبر والتقوى ينزل المدد الإلهي على أهل الصبر والتقوى. الوعود الإلهية الكثيرة التي وردت في القرآن الكريم كان يؤمن بها ويلتزم بها وينظم سلوكياته ومواقفه على أساس من هذه الوعود الإلهية، يعني كان مؤمناً وكان مطبقا لهذا الإيمان ومتيقنا من وعد الله سبحانه. ومن هذا المنطلق، من منطلق إيمانه بالله ويقينه بالنصر الله، كانت تنفتح عليه أبواب. أتذكر أن هذا الحدث أيضا حكاه لي أحد العلماء، قال كنت جالسا في مجلس الإمام الخميني قبل الثورة وقبل أن تندلع الثورة أساسا، يعني أفرض ثلاث 76 مثلا 77 قبل أن تندلع الثورة، كنت جالسا في بيت الإمام فجاء والدك، يعني هو كان يحكي هذا القصة لي، يحكي هذا وجلس إلى جنب الإمام ودار الحديث بينهما عن وضع إيران وعن الأوضاع التي تحكم إيران، لأنه في هذه الفترة بالذات، هذه الفترة كانت الفترة التي بلغ الشاه أوج قدرته وأوج سطوته، واستطاع أن يسحق كل المعارضة التي كانت تعارضه في الحكم، كل التيارات المعارضة كلها سحقت سحقا في هذه الفترة، فهو كان يعيش على قمة القدرة والسلطة آنذاك. فدار الحديث بين السيد الإمام وبين والدك حول مستقبل الثورة، ويقول فقال الإمام أنه من البعيد جدا أن ندرك زمن انتصار الثورة، إننا نعمل بواجبنا
فلعل بعد 50 سنة بعد 60 سنة الأجيال القادمة هم الذين ينتصرون، هم الذين يحققون النصر، والنصر يتحقق بأيديهم. لسنا نحن مكلفين وموظفين بأن ننتصر، وإنما علينا أن نعمل وأن نؤدي واجبنا. ولعل الأجيال الأخرى هي التي تقطف الثمار عنا. يقول فوالدي قال للإمام حالتكم هذه هي مبشرة بالنصر، لأن الله سبحانه يقول فلما استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وهذه الحالة حينما تبلغ بالقادة الظروف الحالكة والظروف الصعبة تبلغ بهم إلى الحد الذي يشرفون أو يكادون أن ييأسوا من النصر، ينزل النصر حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء. وبالفعل بعد خلال أشهر وإذا تطورت الأوضاع في إيران وبدأت الثورة والتهبت نيران الثورة التي أدت إلى انتصار الثورة ورجوع الإمام إلى إيران وإلى غير ذلك. يعني إيمان السيد الإمام بقضيته وبدينه وبالمعايير الدينية جعلته يقول نحن نعمل بالتكليف والواجب لله وليس لنا أو علينا أن ننتصر. ولذلك وفي كل مواقفه كان يؤدي التكليف، ولكونه متقيا حقيقيا كان لا يخاف ولا يحزن. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. ونحن في تجربتنا الطويله تقريبا نسبيه مع بعض القاده مع كثير من القاده جربنا أن السر في إحباط كثير من القادة هو خوفه وعدم صرامتهم في مواقفهم السياسية وتزلزلهم. يعني حينما كانت الصعوبات تشتد عليهم كانوا يصابون بالتردد. أهل اليقين أهل التقوى لا يصابون بالتردد، يقولون نحن نعمل بالواجب. بلغ ما بلغ حسب تعبير السيد الإمام، أكو عند تعبير بلغ ما بلغ. يعني احنا ما عندنا النتيجة، علينا أنه أن نؤدي التكليف. لأن الله أمرنا نقول، لأن الله أمرنا نعمل، لأن الله أمرنا نتخذ هذا الموقف. لا نتخذ هذا الموقف لكي ننتصر ولكي نكون أصحاب القوة والصبر. هنالك قضية حكاها لي الأستاذ عصام العطار هذا المفكر الإسلامي السوري، هو حكاها لي هنا في بريطانيا قبل 20 سنة تقريبا. قال أنا زرت إيران مرتين، مرة إبان ثورة تأميم النفط، ومرة أخرى إبان ثورة السيد الخميني، يعني ثورة مصدق والكاشاني، وكذلك في إبان أو في زمن ثورة الإمام الخميني. يقول حينما زرت إيران في العهد الأول في الثورة الأولى في ثورة مصدق والتقيت بمصدق والتقيت بالكاشاني بكليهما وتكلمت معهما تحدثت معهما حول الصعوبات وحول قطر الشاه وسطوته وأنكم كيف يمكنكم أن تتغلبوا على قدرة الشاه وعلى قوته. فرأيتهم يقولون إن الشعب معنا ونحن متأكدون من النصر لأن الشعب معنا ونحن معتمدون على قوة الشعب. هذه كانت مقولة رجال الثورة في ثورة تأميم النفط سنة 1953 وهي الثورة التي فجرت بالتالي. يقول وزرت الإمام الخميني بعد الثورة الإسلامية سألته على من أتعتمد؟ شو القوة اللي تعتمد عليها أنت في مواجهتك للشاه ومواجهتك للقوى الكبرى؟
وما هو العامل الذي جعلك تنتصر في الثورة؟ قال: الأمر بيد الله، وكل الأمر بيد الله سبحانه. لسنا نحن ولا الشعب ليس بيده شيء، وإنما الله هو الذي ينصر، وأن قوتنا هي بالله سبحانه وتعالى، ونحن معتمدون على الله سبحانه وتعالى، ولسنا معتمدين على غيره. يقول: فعرفت سر النصر في الإمام وفي ثورته، وسر الانتكاسة في الثورة التي سلمت. هذه حقيقة في شخصية الإمام. قلنا في الموقف العملي كان الإمام رضوان الله تعالى عليه يتخذ من الواجب الشرعي أساسا لمواقفه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، كان الإمام حكيما وفطنا أيضا. أذكر لكم حدثا يدل على فطنته. في قبل انتصار الثورة، حينما كان الإمام في باريس، أعلن أنه سوف يعود إلى إيران، وكانت حكومة الشاه ما زالت على قوتها، ما كان شيء متغير، الجيش والقوات الخاصة والسابق والمنظمات الاستخبارية التي كانت تعمل لصالح الشاه، خمس منظمات استخبارية كانت تحمي حكومة الشاه، بالإضافة إلى الجيش، بالإضافة إلى القوى الأخرى على أي حال. وكان الإمام يصر أنه سوف أعود إلى إيران، وأعلم تاريخ معين أنه سوف أعود، على كل لا أن أعرف. قبل أن يرجع الإمام، حينما أعلن وأصر على العودة، أنا ذهبت إلى الشيخ القدوسي أيضا رحمه الله تعالى، لأنه كان من قادة الثورة، وكنا على صلة قريبة به وبسيد البيشي. قلت له: كيف يريد الإمام أن يرجع إلى إيران في حين أن نظام الشاه قال وبيده كل القدرة وكل السلطة؟ جاء الإمام نزل، هجموا عليه وقتلوه، وقتلوا من شاءوا من الشعب، لنفرض أن شاء أن الشعب خرج لحماية الإمام، يقتلون ألف ألفية 3000 4000، هذا يعني ما يهمهم. كيف عزم الإمام على هذا الأمر؟ قال: لا نعرف، لكننا نعرف أن الإمام إذا عزم على شيء هذا يعني أنه قد فهم من الله سبحانه وتعالى شيئا لا نفهمه. ونحن نجربين الإمام، جربنا الإمام، إذا اتخذ قرارا معينا هذا يعني أن هذا القرار المعين مسند، ولا يتخذ القرار الصارم عبثا وعبطا ومن دون محاسبة. انتهت القضية إلى أن انتصر الإمام ورجع. وفي خطبة له هو حكى هذه القضية، حكى السر في إصراره على الرجوع إلى إيران. قال: ما مضمون كلامه، يقول الإمام: رأيت أن الأعداء متفقون على كلمة، متفقون كل الأعداء، كل الجبهة المعادية لي متفقون على أن لا أرجع إلى إيران، حتى أن تعلمون أن الشاه حينما خرج من إيران هنالك الشورى، ثم الشورى السلطنة، وكان رئيسها سيد جلال الدين الطفاني، كان رئيس هذه الشورى. هذا الرجل طلب اللقاء بالإمام في أواخر الثورة، طلب اللقاء بالإمام. الإمام رفض وقال: لا ألتقي بك إلا إذا استقلت من منصبك هذا، استقيم تعال بخير. وهذا الرجل استعد، يعني رضي بهذا المقدر، فاستقال. استقال وجاء إلى اللقاء، إلى لقائه. يقول هذا الرجل إجا إلى لقائي، أحببت أن أستمع أنه شنو مهمته. يقول: فرأيته يقول: سيدنا لا ترجعوا إلى إيران، رجوعكم إلى إيران يساوي أن يتبدل إيران إلى حمام دم، رجوعكم خطر. جاء رمز كلارك، وما زال هذا حي، كان سناتور أمريكي، أعتقد هو وزير العدل، ما زال
كان يشغل منصبا مهما في الولايات المتحده. يقول اذا جاء وطلب اللقاء مني، التقى بي فرايته يقول سيدنا لا تذهب الى ايران، فانك لو رجعت الى ايران تتبدل ايران الى هرج ومرج وحوض وكذا وكذا. وهكذا كل الاعداء اعدائي في كل الجبهات رايتهم متفقون على موقف واحد، مصرون على ان لا اذهب الى ايران، فعرفت ويقنت وايقنت ان رجوعي الى ايران تعني النصر. هذه فطنة. قلت أصبحت على يقين أن رجوعي إلى إيران، طبعا هذا أيضا يحتاج إلى شيء من الإلهام الإلهي، يعني يقول أصبحت على يقين أن رجوعي إلى إيران يعني تحقيق النصر التام. عرفت هذا من موقف أعدائي. هذا موقف مهم، هذا أن الإنسان يعرف. أنا أحيانا أقول للإخوة العراقيين، يا إخوة حينما تشوفون أمريكا والدول العربية التابعة حلفاء أمريكا والصهاينة وكلهم متفقون يصرون أنه لا تدخل الفلوجة، هذا يعني أنه ودخول الفلوجة هي رمز النصر. حينما ترونهم جميعا يتفقون على أن الحشد الشعبي لا يدخل الموصل، اعرفوا أن هذا هو الموقف الصحيح. هذه دروس تعلمناها من الإمام، هنالك دروس كثيرة يمكننا أن نتعلمها من الإمام ومن مواقفه السياسية. طبعا أصر الأمريكان، أصروا وما زالوا يصرون على الحركات الإسلامية أن يبتعدوا عن منهج الإمام، يصرون على. حتى أن بعض إخواننا، أنا أذكر كلكم تذكرون أنه في بدايات سقوط صدام حسين من أجل أن يتقربوا إلى الولايات المتحدة كانوا يعلنون أنه إحنا ما علينا بالبلاد الفقهية ولا يعني لا تعني الثورة الإسلامية ونحن لا علاقة لنا بكذا، يعني كانوا يتبرمون من الإمام ومن الثورة ومن الولايات الفقهية تقربا للولايات المتحدة. هذا يعني نحن إذا كنا فطنين فلا بد أن نفهم أن الموقف الذي يتخذه العدو سلبا من شيء ما فيه هو نقطة قوتنا. حينما يعادي العدو شيئا ما، حينما يتخذ الموقف الصلب نفيا لشيء ما سلبا لشيء ما، هذا يعني انه هو الذي نتقوى به، هو الموقف الصحيح. ان نعرف من العدو، ان نفهم من العدو كيف نتصرف، هذه نقطة مهمة في سلوكية الإمام السياسية. السلوكية السياسية للإمام كانت مبنية على هذا الأساس، على هذه القاعدة، أن نفهم من العدو ومن مواقفه ومن تصريحاته ومن سياساته أنه كيف ينبغي لنا أن نتصرف. الرشد في خلافهم، هذه أصل، هذه قاعدة علمناها أئمتنا سلام الله تعالى عليهم، ونحن أيضا يجب أن نبني على هذه القاعدة، وكان الإمام ملتزما بهذه القاعدة. وهنالك سلوكيات سياسية كثيرة في حياة الإمام السياسية رضوان الله تعالى عليه يمكننا أن نتخذها أساسا لمواقفنا. من الخطأ أن نقول، أنا كان عندي سفرة إلى تونس في أيام الثورة أو الصحوة الأولى بعد سقوط بن علي، كان بمحاضرة في قاعة من القاعات هناك، وكان يحضرها كثير من المثقفين والحركيين. قلت في تلك المحاضرة أنه نحن نطلب من إخوتنا في تونس ومن إخوتنا في كل حركات إسلامية أن اقرأوا الثورة الإسلامية، لا نريد منكم أن تقلدوا الثورة الإسلامية وتقلدوا مواقف قادة الثورة الإسلامية، لكن نقول لكم اقرؤوها، لأنكم إذا قرأتموها سوف تحصلون على كثير من العبر والدروس التي تساعدكم وتعينكم في مواقفكم وفي تصحيح مساركم وفي تصحيح مواقفكم، لأن الذي مر علينا يمر علينا، ولأن كل الذي سوف يمر عليكم قد مر علينا وقد مرت على ومر على الثورة الإسلامية وعلى قادتها، وهذه حقيقة. ماكو مؤامرة. أنا الآن بعد هذه المدة من الزمن
والآن نحن بعد هذه الصحوة الإسلامية الأخيرة حين نطالع كل ما جرى في الصحوة الإسلامية نجد أن النظير له يمكن أن نعثر عليه فيما مضى على الثورة الإسلامية. حينما قلت هذا قام أحد الشخصيات المعروفة المنتمية لبعض الحركات الإسلامية قال وهو متبجحا يعني قال نحن نطلب منكم أن تقرأوا ثورتنا. قلت له نعم وبالفعل نحن قرأنا ثورتكم وقراءتنا للثورة التي قمتم بها أدق وأعمق مما قرأتموه أنتم. وجئنا هنا الآن أيضا لكي نتابع قراءتنا ولكن نقول لكم مرة أخرى اقرأوا ثورتنا. ولو كانوا يفعلون كما قلنا لما وقعوا في هذه الأخطاء الكبرى التي وقعوا فيها. لم يعتبروا وما زالوا لم يعتبروا يعني وما زالوا مصرين على موقفهم الخاطئ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لأداء واجبنا والاقتداء بقادتنا الإسلاميين الذين جربنا تقواهم فهمهم للدين وأن نتبع آثارهم وأن نتبع آثار الأئمة الطاهرين سلام الله تعالى عليهم. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله.